وصل مع كل الناس اللي بيتابعنا عبر صباح الشروق وبترافقنا. الطبيعي انك تمشي الجامعه وتسجل ويطلبوك بقروش زياده، لكن ما طبيعي انك تمشي عشان ما تستخرج الشهاده الجامعيه وتلقى الشهاده دي عشان ما انت تطلعها قروش مضاعفه، والامر بيستصعب عليك. خلينا نشوف واحده من المشاكل لجامعه السودان، هي زياده رسوم استخراج الشهاده، البحث عن الاسباب. نحن وانتم حنتابع من خلال تقريرنا. الشهادة حاليا رسومها زادت بصورة خرافية أو صورة غير متوقعة بالنسبة لي أنا شخصيا وبالنسبة لكل الطلاب، كلنا بنعاني من نفس الحاجة. طيب الحاجة اللي بنعاني منها نحن شنو؟ إنه الفترة بتاعت استخراج الشهادة، يعني حاليا أنا إذا دار أطلع شهادتي على الأقل محتاج لي شهر، شهر وحاجة عشان الشهادة تطلع لي. طيب في نفس الزمن إنه أنا محتاج لي 6 أو 4 شهور عشان النتيجة بتاعتي تطلع، يعني دي فترة أنا شايف إنه ما مهمة شديد في حالة إنه أنا بدفع دم قلبي، يعني بدفع أنا نقد، انا بدفع قروش. طيب بما انه انت درت تقدم لي خدمه، واي نوت انت يعني مثلا تقدمها لي في 3 أيام او في يومين، ليه يعني انا في شهر؟ القصد منك شنو؟ وجهة نظرك شنو في الحاجه دي؟ فانا بشوف انه الحاجه دي لابد من انه تتم اعطاء النظر فيها. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للرسوم لابد انه يكون في تخفيض، لانه نحن عارفين الوضع السوداني والاوضاع المعيشيه حاليا، فمحتاجين تخفيض للشهاده دي. يعني الشهاده الجامعيه يعني زمان الناس كانت بتستخرجها يعني قروش، يعني ما بالاهميه كده. هسه يعني حاليا للطالب بيستخرج الشهاده بتاعته ب 70 80، يعني بتصل ل 100,000 عادي في بعض الجامعات. ده في يعني نحن نتكلم عن الجامعات الحكوميه. رسوم الشهاده الجامعيه بلا شك يعني هي يمكن بتمثل اكثر دليل يعني انه الطالب ده تخرج من الكليه الفلانيه. حتى شهادات فيها انواع، شهادات بتاعت التحصيل الاكاديمي وشهادات بتاعت ساعات الحضور وتفاصيل المواد والحاجات دي كلها. فاحنا لاحظنا يعني من السنه اللي فاتت انه الزياده في الرسوم الجامعيه بقت زياده في رسوم الشهاده الجامعيه بقت زياده غير منطقيه وبدون اي تبريرات. يعني فالحاجه دي يمكن خلت كثير من الخريجين هم بيلقوا فرص بتاعت عمل، لكن للاسف ما لاقين قروش يطلعوا بيها الشهاده دي. فالواحد بيضطر انه بيطلع افاده باقل قيمه ممكنه يمشي يشتغل بها في اي شركه يلقى فيها فرصه. فاحنا بنناشد يعني اداره الجامعه، بنناشد كل الجهات المعنيه بانه هي تجيب في صف الطلاب، تقدر انه الطلاب دول يتعطلوا كثير. الطالب قرى 7 سنين في الجامعه عشان يتخرج من كليه الهندسه، فنامل انه يعني الشهادات حاليا احنا عندنا دفعه هي على مشارف التخرج انه الشهادات تكون منطقيه، تكون باستطاعه اولياء الامور باستطاعه الطلاب نفسهم، حيث انه دي اخر حاجه باقيه لهم في السلم التعليمي في الجامعي تحديدا. زيادات كثيره حصلت بالنسبه للشهاده يعني خصيصا. ف من وجهة نظري شخصيا يعني انا كطالب بقري هنا في المستوى الثالث وحامش، ربما او في يوم من الايام انا كده حتخرج، فشنو الرسوم بتاع الشهاده دي انا او كتمتزل لي الرسوم بتاع الشهاده؟ طيب الفائده ايه؟ يعني انا اكون قريت لي 5 سنين، ال5 سنين دي انا ممكن اكون قريت اللي بدفع في السنه 15. انا وقت ما اجي للشهاده تيجي تقول لي مثلا رسوم الشهاده 100 او 200، طيب انا حطلع الشهاده كيف يعني؟ او انت قريتني لها اساسا من البدايه؟ حلقة فرص عمل كيف؟ انا حمشي اتوظف كيف؟ يعني شهادتك دي زي اللي قاعد تقول ليش انت اقرا وما حديك شهاده وما تمشي تتخرج، يعني قراءتك دي ما في فايده منها من النهايه كده. فما ممكن يعني ما ممكن انت تزيد لي رسوم بتاع الشهاده بالطريقه دي، ما ممكن انت تدخلني جامعه. اول حاجه انت تزيد لي الرسوم، يعني حسي حاليا الوضع الحالي دي في زياده ذاته في الرسوم، تمام؟ كون انه الطالب يجتهد لك في ثالثه ثانوي ويقرا ويجيب النسبه انت اللي عايزها وانت جامعه حكوميه، واجي اخش لك تزيد لي في رسوم الدراسه اولا، وبعد ما تكسر كاهل الاسره انا ادفع لك رسوم الدراسه، اجي اجيب استك في الشهاده دي؟ ما ممكن، يعني حاجه ما منطقيه شديد، يعني لان انت صراحه انت ما خدمتني يعني بكونك انت زدت لي رسوم الشهاده، ما خدمتني اطلاقا غير ما انت كسرت مجالي فوق ووقفتني قلت لي خلاص قرايتك دي بالله واشرب مويتها يعني.